غادي نعطيكم الوصفه ديال البيتي فور. كنحتاجوا ليه 500 غرام ديال اللوز مفسخ وبايت يكون ناشف، 350 غرام ديال سنيده، واحد الحامضه محكوكه، واحد الساشيه ديال الفاني، من 3 حتى 4 ديال بيض البيض على حساب العجين ديالنا، معلقه كبيره ديال الكونفيتور، وشويه ديال قشرة الليمون معسل. طريقه: اللوز مسلوق ومفسخ وبايت، كنطحنوه المره الاولى بوحديته، المره الثانيه كنزيدو عليه السنيده وكنعاودو نطحنوه مزيان، وكنزيدو عليه الحامضه محكوكه والفاني ونعاودو نطحنو، كنديروه في واحد الاناء وكنزيدو عليه على حسب من 3 حتى 4 البيض، خاص العجين ديالنا ما نجريوهش بزاف. والسر ديال النجاح ديال الوصفه ديال البيتي فور هو انها خاصها تبات ليله كامله، دونك كنجمع جميع العناصر وكنخليها في البوش، كندير ديك الدويه ديال ديك لادوي ديال البوش على حساب الغوزاس اللي بغيت انا، واش كانولي ولا كيفاش الشكل اللي بغيت فيها. كنخلي داك البوش كيبات في الثلاجه، الا غد ليه كناخذ لابلاك ديالي كندير فيها البابيي سولفيغيزي، وكندير داك الشكيلات وريضات اللي بغيت انا على حسب الشكل اللي بغيت كيفاش يجيني البيتي فور ديالي، وكنشكلهم كندير فيهم واحد طريف ديال الليمون معسل او اللوزه من الفوق، كندخلوه الفرن على 140 درجه، ما كنفوتوش ليه 140 درجه، تقريبا واحد 15 دقيقه باش ما ينشفش لينا بزاف. وبصحه والراحه. الله يعطيك الصحه والراحه شيف زينه، تبارك الله عليك.